اوكي، بالمحاضرة السابقة انه احنا حكينا على الكويشن، وقلنا بالكويشن انه ينقسم الى قسمين، يا اما with question words او without question words. ال with question words اللي قلنا انه اكو كلمات راح نستخدمها بعملية السؤال، اللي هي مثلا ال what وال where وال which وال how وال when وال why وال whose. Without question words لقينا انه يا اما تكون with helping verbs او without helping verbs. With helping verbs اللي هي مثلا انه انا استخدم ال are وال is وال am. Without helping verbs اللي انا راح استخدم ال does وال do وال did. احد عنده سؤال على المحاضرة السابقة؟ طلاب، أحد عنده في السؤال أو استفسار عن المحاضرة السابقة، سؤال اللي حكيتها؟ طيب، بالمحاضرة هذه إن شاء الله مالتنا راح نبدأ نحاول نحكي على كل واحدة من هذه الـ question words. راح نبدأ بأول واحد اللي هو الوات. الوات الإلمن يستخدم asking for specific things، اللي ايش نقصد بيه انه يسأل على شيء محدد. زين، الفورم مالته من ايش تتكون صيغة السؤال؟ تتكون من what زائدا helping verb زائدا subject زائدا main verb. ال helping verb، احد يقدر يقول لي شنو ال helping verb؟ الاس والار. اوكي، الاز والعام والار. ماشي، زين، السبجكت ايش نقصد بيه؟ الفاعل الرئيسي. الفاعل الرئيسي. والمين فيرب اللي هو مثلا الفعل الرئيسي مال الجمله. الفعل المساعد. اوكي، زين، بالسؤال اللي عندنا احنا ايش بدنا نقول؟ What are you doing؟ الوات اللي هو الكويشن وورد، الار صار عندنا الهيلبينج فيرب، اليو صار السبجكت او الفاعل مثل ما ذكرتوه، والمين فيرب صار doing. ولازم ننتبه على الفقره انه بالنهايه عندنا question word. ماشي، question mark. العفو، احد يقدر يعطيني مثال ثاني على نفس الصيغه؟ what do you do. what do you do. اوكي، احنا ايش قلنا؟ قلنا انه ايش عندنا ال helping verb. ال helping verb انت ايش حطيته؟ ايه صح، ما خليت يعني فعل مساعد، يعني عيد الجمله. What's your name؟ What is your name؟ What is your name؟ اوكي، صحيح. احد ثاني يقدر يعطيني مثال لاخ؟ What are you up to؟ What are you doing؟ up to. up to يعني ايش تقصدين بال up to؟ يعني ما الذي ننوي عليه او ما الى ماذا توصل. اوكي، بس اراد لها صياغه اكثر بعد، هي مو بهالمعنى هذا تجي. مثال لاخ، احد من الباقي الطلاب؟ دكتور مثلا what did you have for lunch today؟ بس على كيفكم، يعني شباع اريد من تحكوا ليها ما تحكوا ليها الجمله مزج. يعني انا ايش دا اقول لكم وات ار يو دوينج مفهومه، اريد انتم تحكوا ليها بنفس الصيغه، كلمه مفهومه، يعني تفصلوا لي كلمه عن كلمه. وات ديد يو هاف فور لانش توداي. اوكي، نرجع على نفس الفقره، احنا قلنا نحط هيلبينج فيرب، وين هيلبينج فيرب بالجمله مالتك؟ يعني استخدمت يو. لا، اليو اللي هو السبجكت. نعم، انت دا تقول لي what did you، وين helping verb؟ الديد مو helping verb. بالضبط. What are you wearing؟ what are you wearing. صحيحة، انه اني دا اقول لي انت ايش لابس، حطينا ال what وال are ال helping verb وال you وال wearing.
أو دكتور أقدر أقول له مثلاً What is your teacher wearing? What is your teacher wearing? صحيح. زين. What is he eating at the restaurant? What is he eating at the restaurant? Okay, صحيح. أو What are you doing? What are you studying? What are you doing tonight? Okay, ماشي. هي الجملة موجودة. خلينا نخلص على الثاني وطوني أمثلة على الباقيات. نجي على اللي ورا. شو نقول؟ نقول ال what can be followed by a noun. هسه احنا ال what اول شيء followed by شنو؟ by helping verb. هسه ايش بدنا نخلي لها؟ نخلي لها noun. مثل what size do you take؟ السايز مالتي صارت noun. What color do you prefer؟ الكلر صار عندي noun مالتي. أحد بعد يقدر يعطيني أمثلة مشابهة؟ طلاب وياي؟ دكتور ممكن شوية تعيدها؟ قلنا what can be followed by a noun. مثال عليه إنه what size do you take؟ السايز مالتي صارت الناون. What color do you prefer؟ أستاذ what time do you get off؟ What time شنو do you what؟ Get off. What time do you get off؟ Okay. بعد. دكتور نقدر نقول مثلا what time did the state turn off the لا حاولوا جمل بسيطة لا تسووها معقدة جمل بسيطة أريد what food do you like what food do you like okay ماشي بس ثواني ابقوا وياي اوكي كملوا دكتور ترها يصير what car do you drive لا مو بهال هذه what lesson is your favorite What listen is your favorite لا جملة صياغتها بصراحة يعني مو صحيحة دكتور ممكن مثلا نقول What can we do What can we do okay ممكن نقولها بس مو احنا اللي باع فكروا بناون مثل size color فتشي يشبههم انه انت تسأل عليه مثلا what size do you wear زين what color do you use what smell do you prefer تشوفون شلون الافكار اللي دا تجي مثلا نقول what your favorite color لا باع احنا ايش قلنا باع طلاب دكتور تقول على السايز على السايز اي تمام لا اوف السايز لا 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 انت ايش قلت لي what بس عيد الجمله اللي قلتها what your favorite color what your favorite color اول شيء الجمله مو صحيحه قال عفوا لازم واتس لان مجموعه بس اسمح لي طلاب باعوا ركزوا على فقره
من اقول لكم القاعده تمشون على القاعده حرفيا. باول وحده ايش قلنا القاعده مالتنا؟ انه الوات ايش يجي وراها؟ helping verb، يجي وراها subject، يجي وراها main verb. الثانية قلنا ممكن الوات can be followed by a noun. انت تقول لي what your، زين وين الناون؟ فانتوا ركزوا على القاعدة قبل ما تنطقون السؤال مالتكم. What story do you read? What story do you read? صحيح. أو what book do you read? دكتور what floor does he live? What شنو؟ What floor does he live? بصراحة ما أفتهم مش تقصد what floor does he live؟ يعني أي طابق هو يسكن؟ أوكي أوكي زين، خلي نمشي على الباقين ونتفق على فتشي تسوي لي اياه الاسبوع الجاي تعطوني اياه. راح نمشي على السؤال الثاني اللي هو الوير الكويشن وورد. الوير تستخدم المن asking for a place or position. هسه انت ايش قلت لي؟ what floor؟ شنو السؤال مالتك كان؟ what floor does he live؟ اوكي برأيك نستخدم الوات افضل لو الوير افضل؟ اه طبعا شيء اكيد الوير، بس انا اذا بدي استخدم الوات وياها يعني ما تحضر لي فد جمله. ماشي زين، بهيك حاله خلينا نكمل على الباقيات وناخذ امثله بسيطه، واريد الاسبوع الجاي كل طالب من عندكم يحضر لي مجموعه من الامثله على كل كويشن وورد على الصيغ اللي موجوده عندنا. زين هسه نجي على اللي ورا اللي هو ايش قلنا؟ الوير تستخدم المن الاسكينج فور ا بليس اور بوزيشن. الفورم مالتها ايش راح يكون؟ الوير زائد الهيلبينج فيرب زائد السبجكت زائد المير فيرب، يعني بالضبط نفس الوات. زين مثال عليه، وير از ذا ستيشن؟ وير ار وي جوينج؟ Where are you from? Where are you from? صحيح. بعد أحد يقدر يعطيني مثال؟ Where are you from? قالت يا Where are you from? Born, born. العفو born. Where are you? شنو؟ Born. بدأت. Born start. دكتور. اوكي مثال ثاني غيره. مو شرط حسن، الباقين. الباقين البنات ما غير بدي اسمع صوتكم. Where go for you last holiday؟ وين helping verb؟ Where مثلاً where he go؟ هسا إحنا where لو what؟ العفو where بالwhere. لأ أنت مو قلت له where what؟ لا لا العفو where he go for you where last... where he go زين ال helping verb وينه؟ نقدر نقول where is he going مو where he go. تمام دكتور. الباقين البنات أريد أسمع صوتك. صير where is the school؟ Where is the school؟ صحيحة. Where is he work؟ Where is he working؟ Where are you study؟ لا غلط، الصياغة غلط. مو باعوا، ركزوا انتوا، الصياغة مو بس القاعدة، الصياغة حتى معنى مالت الجملة. يعني أين تدرس؟
شنو لقيتيها الجملة؟ سؤال. Where are you study? Where are you study؟ يصير where are you study؟ Where are you? Where are you studying؟ بالضبط. Studying. تمام. زين. نكمل على الباقيات. إيش عندنا؟ عندنا which. المن تستخدم؟ Ask about choice اللي هو اختيار. نفس القاعدة. الwhich إيش نستخدم بيها؟ ال helping verb زائد ال subject زائد ال main verb. Which is your husband؟ دا أسأله منو أي واحد من ذولي إنه هو زوجك؟ Which is your favorite color؟ حققت بها ال question word وال helping verb وال subject وال main verb. شنو المثال اللي نطيتيني اياه؟ Which is your pen؟ Which is your pen؟ صحيح. أحد من الباقيين يقدر يعطيني بعد فد مثال؟ Which are your friends؟ Which are your friends؟ صحيح. الفقرة اللي وراها شو نقول؟ نقول ال which can be followed by a noun. هاي وين احنا استخدمناها؟ can be followed by a noun. بالوات. بالوات. نفس الفقرة بال which. Which book do you read؟ Which color do you prefer؟ دكتور هنا نقدر نقول which car do you drive؟ Which car do you drive؟ Which fruit do you eat؟ Which one do you want؟ Which one do you want لو do you want؟ Want. زين اوكي هسه بصراحة بدأ أفتهم سؤالك. Which one do you want؟ يعني سؤالك أي واحد رحت؟ أي واحد تريد؟ Want. Do you When. Want؟ اوكي. Which one من منو؟ يعني لازم أخلي وياها فد اسم؟ غير الحد هو كان اتباع انت هسه قلتيها بلسانك، لازم شو تخلين بي اسم، لانه احنا بنقول which can be followed by a noun. انت قلتي لي which one do you want، حددتي اللي الوان شنو هو، ممكن كتاب، ممكن سياره، ممكن اكل، ممكن بيت، ممكن هدوم، صح؟ Which one book do you want؟ Which one شنو؟ Which one book do you want؟ Which book do you want؟ بعد الوان انشالت، لأنه أنا من دا أقول له which book معناها عندي مجموعة من الكتب، زين؟ ودا أقول له يا كتاب من عندهم أنت دا تريده. دكتور نقدر نقول مثلا which university do you go to؟ Which university do you go to؟ هي مو do you go to بس which university do you prefer؟ Can you which are all the table؟ اوكي سارة قبل ما هذه انت شو اسمه ايش قلتي لي السؤال كان شنو؟ استطيع انت دا تحكين على نفسك مو دا تحكين اول علي. مره يو صح اول ما غلطت هي المفروض مي مو يو بالضبط كان مي صحيح كان مي ماشي نرجع شنو السؤال اللي دا تقولي انت which are on the table which شنو are on the table لا هسه احنا ما دا نحكي على الدريده الهيلبينج فيربي احنا دا نحكي مثال دا نقول which can be followed by a noun اي اوكي يعني هو watch ويا helping verb لا انا ما اريد helping verb
اريد مثال. شلون هسه هذا المثال اللي قبالك؟ Which book do you read؟ صيغة سؤال استفهام يعني. اي بس هذا احنا ايش نقول؟ نقول انه الويتش ممكن يتبعها ناون. الناون احنا بهذا السؤال هو البوك. مثل ما قلنا which color do you prefer, which car do you drive, which city you will go. اوكي دكتور صيغه which way does he go, which way does he go. صحيح. Which restaurant do you like? Which restaurant do you like? بالضبط. Which game do you like? Which game do you like? زين زين يا كانت سارة قبل شوية. سارة أنت مطيتيني المثال. أي نعم مطيتك ماكو شيء على بالي. زين حاولي تفكرين في شيء هسه وتقولي لنا إياه. Which is the best restaurant? لا احنا قلنا ما دريده بالهيلبينج فيرب. What's the best restaurant? لا which restaurant? The best. Which restaurant the best? Which restaurant do you prefer? Can? Okay. Which horse do you ride? بالضبط. زين نجي على الهو. الهو شنو هي؟ تقول asking about person. الصيغة الفور مالتها الهو زائد helping verb زائد subject زائد main verb. Who is the boy؟ Who is that lady؟ Who is that lady؟ صحيح. بعد الباقين Who is the study? Who is study? زين هو منو؟ Who is study؟ زين هو شو شنو يعني اصلا يعني؟ مثلا هو the study مثلا with the Steve at the main mount. نقدر نقول who is study here. نحدد اكو فد شيء بالسؤال لازم نحدده. دكتور صير who is your friend, who is your friend. Who is your the doctor? Oh, doctor. Who is your doctor? Who is her husband? Who is her husband? Okay. Then who is a teacher? Who is the teacher? ماشي زين. نجي نكمل على الباقين. نجي على الهو. الهو هم عندنا بها صيغتين. زين بس دقيقة. اوكي الهو هم عندنا بها صيغتين. الصيغة الأولى اللي هي نفس الشيء الهو زائد helping verb زائد subject زائد main verb اللي هو how are you. السؤال اللي دائما الكل عارفه. الهو can be followed by an adjective or adverb. شو نقصد بالadjective والadverb؟ دكتور الadverb غير تحكي على الظرف هي مثلا؟
اوكي، تحكي على الحال، فت حال معين، والادجكتيف. تكتب يعني الصفة، يعني وصف هاي صفات. صفة بالضبط. اذا الادجكتيف هي الصفة اللي احنا، والادفيرب اللي هو شو اسمه، فت حال او ظرف معين. مثال اللي عندنا ايش كاتب لنا؟ How big is this? How big is his car? البيك صارت ايش عندنا هنا؟ يلطن بير. شنو وين صوت اعلى؟ اللي هي الصفة الادجكتيف. ادجكتيف صارت. زين؟ تقدرون تعطوني فد مثالين بعد عليها؟ دكتور نقدر نقول how did your life to communicate؟ لا لا بابا با ارجع، ركزوا على الشيء المطلوب. آه العقل how old are you؟ how old okay how old are you؟ ال old صارت العمر adverb. صحيح. بعد فد مثال، اريد بعد مثال واحد دكتور. how pretty are those flowers؟ اللي هو اسال pretty صارت شنو؟ انا الصفه مالتها يعني بالضبط. زين مثلا عندنا how smell is car his car. لا هي بدأ بتمشي. استاذ how are you long؟ لا how long are you؟ بس احد من عندكم فاتح سبيكر تكون بس من مكان واحد او من مكانين. استاذ how are you long؟ لا How tall is your brother? How tall is your brother? صحيح. زين نيجي على ال وراها. إيش ده يقول لنا؟ ده يقول لنا ال how can be followed by much or many. ال much المن نستخدمها وال many المن نستخدمها. ال much للغير المعدود وال many للمعدود. بالضبط. زين فإيش ده نقول؟ ده نقول how many brothers do you have؟ لأنه معدودين. و how much did you pay؟ لأنه أنا دفعت كمية مال 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 فلوس. هسه اللي أريد من عندكم، أريد تعطوني مثال على المني ومثال على الماتش. How many people come to the meeting؟ أوكي زين. غير زينب، واحد يعطيني مثال على الماتش. How much sugar do you want؟ بالضبط. How much sugar do you want أو how much sugar do you prefer؟ كلها صحيحة. مثلا how much money do you spend؟ اللي هي نفس المعنى تعطينا مال جملة همينها صحيحة. أحد بعد يقدر يعطيني فد مثال أخير؟ How many people are invited؟ How many people are invited؟ زين صحيح ماشي. نجي نكمل على آخر واحدة عندنا. لا بعد عندنا تقريبا ثلاثة. نجي على الوين. المن تستخدم؟ تستخدم للتايم أو الأوكيجين أو المومنت اللي كلها أزمنة بصورة عامة، مناسبة أو فد لحظة أو وقت. نفس صيغة السؤال، فش نقول when was she born؟ when are you going؟ أحد بعد عدة مثال؟
When was she met? Okay. بعد أريد مثال واحد بعد ما أريد أكثر. حسناء حسناء أحكي. When you go to the library. When you go to the library. لا مو صحيحة. When helping verb الجملة. مثلاً قلنا مثلاً when the telephone rang. دقيقة واحد واحد. حسن إيش تقول؟ When the telephone rang. لا when a helping verb حسناء استاذ when are you go to the library when when are you go to the library when are we will go to the library زين باو هي قواعديا صحيحه بس المعنى مالتها مو صحيح. انتوا لازم تفكرون بشغلتين، تفكرون بالقواعد وبالمعنى مالت الجملة. يعني لازم تفكرون بطريقة مو تترجمون لبالكم بالضبط باللغة العامية ينحكي. اوكي. نكمل على اللي ورا. اللي هو الواي، المن تستخدم ask for reason. نفس الفور اللي هو شو نقول why are you laughing احد يقدر بعد يعطيني فد مثال واحد why were you sad why were you sad you زي بالعربي يقول لي اياها بصراحه ماذا كنت حزينا يعني sad اوكي بعد فد مثال لاخ why are you learning english why are you learning english اوكي صحيح زين نيجي على الهوز المن تستخدم تستخدم ask for a position اللي هو مثلا نفس الفورم مالتنا who is this Who is that? Whose is this? Whose is that? عندنا helping verb وعندنا التكملة مالت الجملة تكون subject والmain verb. ممكن can be followed by a noun. Whose book is this? Whose fruit is that? ده أنطيها في صيغة للتملك هاي المن راجعة هذه الفقرة زين أريد تعطوني بعد فد مثال على هذا الفقرة إنه فلوت باي ناو واحد واحد أسأل شي ladies first البنية منو اللي حجت بالبداية أنا دكتور أوكي زينب Whose t-shirt is this Whose t-shirt is this? Okay. Whose shirt? نقدر نقول. شوية يعني أكثر أرتب. دكتور مثلا نقدر نقول what was that? هسه احنا بدنا نحكي على الهوز لو على الوات. حسن. لا لا العفو دكتور لا العفو. حسن وين أنت؟ بعيد علي لو يمي كان خنقتك. حقك دكتور. Whose car is that? Whose car is that? صحيحة. مثال أخير. Whose shoes are these? Whose shoes are these? صحيح. Whose house is this? Whose house is this? Whose car is this? أوكي كافي اللي هنا أنا كافي زين. هسا اللي أنا أطلبه من عندكم على الأسبوع الجاي إن شاء الله. المحاضرات كلتكم شفتوها المحاضرة. يعني ناس عندكم على المنصة قصدي تمام زين اللي أطلبه من عندكم أريد كل واحد من عندكم على كل question word اللي احنا حكينا عليها اللي هي هاي بالبداية اللي هي هذه question words يسوي لي جملة على القواعد اللي احنا حكيناها مثلا الوات بحاتين يعني.
يسوي لي جملة على الأول حالة اللي هي الفورم المادة العادية، وجملة لما يكون فلوت باي ناون. والثاني الوير نفس الشيء، والويتش والواز تكملون. المهم كل واحد يعطيني مثال، واللي يعني اللي أطلبه من عندكم يعني تعاونوا، بس ما أريد الأمثلة كلتكم تعطونيها نفس الأمثلة، لأنه إحنا هنا مجرد بس نغطي معلومات نريد نفتهم. فرجاء نحاول تكون أمثلتكم ما متطابقة، يعني كل واحد خليه يشتغل واحدة إن شاء الله. يعني كل أداة سؤال يعني مثال، كل كلمة يعني مثلا هسه احنا عندنا مثلا عندنا الهوز، زين قلنا بالهوز انه بيها شغلتين، اول واحدة انه يا اما بالفورم العادية مالتها او كان فلود باي ناون، فتعطيني مثال على اول واحدة ومثال على ثاني واحدة. تمام دكتور. ماشي، اكو احد عنده في السؤال او استفسار على المحاضره مالتنا مالت اليوم؟ لا تمام، عشان استفسارنا واضحه. ماشي زين.